المسابقة العاشرة في خلاصة أحكام رمضان. واحد حط أطرف عينه على طول بتفطر. ليه؟ لأن في قناة دمعية بتوصل بين العين والحلق. طب يعمل إيه اللي محتاج قطرة في عينه؟ قدامه ثلاث حلول. قدامه حل إنه يحط وينزل بسرعة قبل ما القطرة تنزل في الحلق. طيب قطرة الأذن ما تفطرش إلا لو كانت الأذن مثقوبة، لأنها ساعتها بتدخل على الحلق على طول. طيب ما حكم البخاخة؟ البخاخة ده عبارة عن دواء المفروض ينزل الرئتين، فلو المريض خده بصورة برشام أو بصورة أي محلول أو أي صورة هينزل على المعدة، فإحنا عاوزين يخش على الرئتين، فنعمل إيه؟ نحط الدواء ده بخاخة ونضغط على البخاخة في البق، فيتحول الهواء ده الرذاذ، فبدل ما يدخل على المعدة يخش على الرئتين. أما يخش على الرئتين هيعملوا توسيع للشعب الهوائي، بس قبل ما يخش على الرئتين لازم يعدي على الحلق والأنف والفم مدخل شرعي. يبقى اللي ياخد بخاخة بقى مفطر. طب واحد محتاج بخاخة ضروري جدا يعمل ايه؟ قدامه ثلاث حلول. الحل الاول ان ياخد بخاخة مركزة غالية الثمن طويلة المفعول، ياخدها قبل الفجر، هتفضل موسعة له الشعب الهوائية لحد المغرب. الحل التاني ياخد ابرة موسعة للشعب الهوائية. الحل الثالث ياخد ابرة عبارة عن بخاخة عبارة عن هواء بس ما فيهاش دواء من جوه. طيب ما حكم ما يدخل الجسم من اي حاجة غير الاربعة دول، الانف والفم والعين والاذن المثقوبة؟ اي حاجة غيرهم كل ده ما يفطرش. ليه ما يفطرش؟ لان الابر والمحاليل والغسيل الكلوي والمراهم والدهانات الحاجات دي كلها ربنا يعلم انها جاية ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. تاني حاجة ده جه دليل بقى تدل على ان الحاجات دي ابر مغذية مش مغذية او محلول مغذي مش مغذي ما بيتفطرش. ايه الدليل؟ تبرد النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتدت الحرارة بيروح عند بير المية يبل الشملة بتاعته بالماء ويحطها على جسمه. فطبعا واحد عطشان وحاجه والميه على جسمه، فيبدا الجلد يمص تلك الميه ويحولها ويديها للجسم، فالجسم يخف الجوع والعطش. برضو في الابر والمحاليل المغذيه وغير المغذيه بتعمل كده، بتخفف الجوع والعطش زي التبرد تماما. ثالث حاجه ان العبره بالشهوه، يدع شهوته وطعامه. هل اللي بيحط محلول دوت عنده شهوه بيقضيها؟ لا طبعا، اللي بياكل هو اللي عنده شهوه. فبذلك فالإبر والمحاليل كلها والمراهم لا تفطر، لأن مفيش دليل وقياس على تبرد النبي صلى الله عليه وسلم وإن مفيهاش شهوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.